اليوم بهذا السباق بين العماد جوزيف عون وسليمان فرنجية، اليوم هل ممكن الرئيس نبيه بري بدل ما هو يقنع السعوديين، السعوديين يقنعوا بالمضي بقائد الجيش؟ لا، الموضوع مش موضوع إقناع، الموضوع موضوع حوار موضوع حوار وموضوع اتفاق لبناني ومصلحة لبنانية. السؤال الأجدب من هذا سؤالك إنه هل سليمان فرنجية إذا وصل إلى سدة الرئاسة يزعج السعوديين؟ لا. هل سليمان فرنجية إذا وصل إلى سدة الرئاسة ألا يكون عراب الطلاقي السعودي السوري؟ بلى. هل سليمان فرنجية يتخلى عن علاقته مع سوريا التي بدأت تتحسن علاقة السعودية معها؟ لا. يعني بدي أقول أنا أنه اليوم سليمان فرنجية لديه العديد من المميزات لا يملكها قائد الجيش على المستوى السياسي، لكنه قائد محترم وقائد فذ وقائد شجاع على مستوى قيادة الجيش. هذا موضوع ثاني. بالموضوع الرئاسي تختلف الحسبة. لذلك عند حزب الله ما حدا يضيع الشنكاش. علاقة حزب الله بقائد الجيش حيث هو قائد جيش علاقة متميز. واضح. لكن بالحسبة الرئاسية بس كمان ما فيك ما تربط بعض الكلام من إعلامي المحور المحسوبين عليكم لما عم ينصحوه للوزير سليمان فرنجية على سليمان فرنجية الانسحاب من سباق الرئاسة وترشيح شخص مستفز لسمير جعجع. هل موقف حزب الله ممكن أن يذهب بهذا الاتجاه؟ هلا هذا الكلام كل كلمة بيقوله إعلامي بالمحور يحسب ولك كأنه لحزب الله. لا لا اليوم في هيدا الجو عند حزب لا الله مش هلأ. لا لا ما في هيدا الجو عند حزب الله. الجو اللي عند حزب الله بيقول حزب الله وحركة أمل لن يتخليا عن سليمان فرنجية طالما هو مرشح. طب هلا هيدا بس هيدا الشيء عم بدينه للوزير سليمان فرنجية بهيدا الكلام ولك وكأنه نحن عم نعيد سيناريو 2014 بدل الرئيس ميشيل عون سليمان فرنجية بالمقابل. حتى الآن لدى يعني حزب الله ليس يعني سليمان فرنجية هو عم بيعطل رئاسة الجمهورية. أبدا ما هيدا عم نقول حزب الله وحركة عم سليني عن الثنائي عم بقول لك متمسكين فيه ولا يرضون بأي بلان بي نيح. وللي الإعلامي اللي عم بيقول يطلب من سليمان أنه يتنازل، أنا بدي أسأل سؤال. عندما كان مرشحا ميشيل عون إلى الرئاسة هل كان يرضى ببلان بي؟ كان قبلين ميشيل عون ببلان بي؟ مع أنه كانت ماشي البلان بي الوقت. إذا بدي أفترض البلان بي هو سليمان إذا بدي أفترض كان سليمان واصل كان قادر يوصل كان قبلين جبران باسيل أو ميشيل عون بأي بلان بي؟ لا بده يقبل سليمان فرنجية هلا ببلان بي؟ لا وفق اي منطق؟ وفق اي عدل؟ اي مساواة؟ وفق اي عدل؟ اذا بدي افترض هذا الكلام. لذلك تنازل سليمان فرنجية، لكن في كلام ايجابي باللي الكلام اللي نقلتيه، الكلام الايجابي انه سليمان فرنجية لا يستفز سمير جعجع. طيب بس ما هذا الشيء كلام يعني هذا كلام هذا المهم انه سليمان دائما نحن بنحكيه سليمان فرنجية لا يستفز أحد في البلد. ما في حدا يطلع يقول إنه سليمان فرنجية يستفزني. عنده مشكلة وحيدة مع سليمان فرنجية أن سليمان فرنجية قلبه وعقله وروحه واستراتيجيته مع المقاومة وهذا واضح. يحمي ظهر المقاومة وهذا المطلوب من حزب الله. ووفي. طيب هذا المطلوب من حزب الله. طيب. مش معناته أشخاص تانيين مش أوفياء حتى ما حدا يطلع يقول إنه سليمان فرنجية وفي معناته. يعني كلام إنه إيصال مرشح يستفز سمير جعجع هو المقصود يعني جبران باسيل. يعني وهو اسمه مطروح بالسباق الرئاسي بانتظار حزب الله يحدد موقفه. سليمان جبران باسيل لا يمكن أن يصل إلى سدة الرئاسة ولو رفعت عنه العقوبات الأمريكية. وأنا بحلقة سابقة أو أسبق من السابقة معي نعم. قلت لي إذا رفعت العقوبات الدولية عن جبران باسيل من يرفع العقوبات الداخلية عنه؟ لك مين بده يخلي بعض الأفرقاء يلي رافضين رفض قاطع حتى أنه يحكوا معه بملف الرئاسة إلى علاقة بجبران باسيل؟ سبق وحكيت أنا حتى على شاشة نعم. الجديد أنه جبران باسيل لا يمكن أن يكون مرشحاً حقيقياً وجدياً لموضوع الرئاسة نتيجة عوامل كثيرة أبرزها الخلافات المستشرية مع مختلف الأطراف. اثنين
علاقاته العربية والدولية المتشظية. ثلاثة، العقوبات الأمريكية والغربية على إذا افترضنا أن العقوبات هي أمر مهم. أربعة، أن حظوظه إلى الرئاسة لا يمكن. طيب حتى جبران باسيل اللي شوفي هذا الكلام أنه بديل وغير بديل، طيب سألوه لجبران باسيل من هو الشخص البديل اللي بترشه؟ ما عنده، ليس لديه بديل. نعم عنده مشروع. لا خليني اقعد انا وسليمان، لان عنده مشروع اهم من الشخص. اذا هذا هو الزبده. اذا انت عندك مشروع، بديل ما عنده، وحتى البديل اذا سالتيه انه انت بتوثق بهذا البديل، طيب ما التجربه؟ وزراء انقلبوا، مدراء عامين انقلبوا، قائد جيش انت عينته، انت سميته، انت كنت ببركه حضورك وصل قائد الجيش وترشيحك وترشيح العماد ميشيل عون. طيب الان انتم عم تهجموا على قائد الجيش، كيف بدنا نوثق انه الاسم البديل يلي اذا سميته او طرحته هو قد لا ينقلب عليك؟ كيف؟ هذا واحد. اثنين، عن جد عندك اسم بديل؟ مين الاسماء البديله اللي ممكن تطرحها الجديه الحقيقيه لتكون بديل للنقاش او جديره بالنقاش مع احترامي للجميع؟ انا حقول لك الاسم البديل لجبران باسيل هو جبران باسيل بالنسبه لجبران.